وأنا كل فخر. وأنا كل فخر إني بساهم ولو بحاجة بسيطة في مبادرة حياة كريمة. المبادرة اللي هترجع للقرية المصرية مقامها، وهترجع لناسنا وأهلنا الفرحة والأمل. القرية المصرية في عرفنا وثقافتنا يعني البلد. أنا نازل البلد، أنا عندي فرح في البلد، أنا جاي لي عزومة من البلد. الأرض والزرع والخير ولمة الحبايب، الدفء. سبحان الله على الأمان والهدوء اللي ربنا زرعه في الأرض دي. طيبة وبركة أهلنا اللي هناك تخليك مهما كبرت أو انشغلت أو بعدت، يفضل جدرك ممدود هناك طول العمر، لأن هو ده السند. عشان كده مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري مش قضية بنشارك فيها عشان يبقى اسمنا بنعمل خير. ريف مصر قضية شخصية لكل واحد فينا، لأن أهل الريف هم أهل وحبايب وصحاب ونسايب كل واحد فينا، هم إحنا. عشان كده الواحد وهو يبص حواليه النهاردة فرحته وفرحة ما تتوصفش. مصر بتطور الريف، وفي زمن قياسي مش في سنين زي ما كنا فاكرين. مين كان يصدق مئات القرى يطولها التطوير وفي الوقت القصير ده؟ طب إيه السر؟ هي نفس الحكاية اللي كلنا عارفينها. بإرادة فولاذية وبإيدين المصريين مصر نوت، ومصر دايما لما تنوي بتعمل معجزات. تحيا مصر يا ريس.